بداية مساحتنا الصباحية حتكون مع الموسيقى، وأكيد الموسيقى اللي هي لغة الأحساس والنغم اللي بيلامس شغاف القلب. وقت نحكي عن الموسيقى فلدار الأسد للثقافة والفنون حصة كبيرة برعاية واحتضان هي الحالة الموسيقية اللي تكون إحدى روافد المشهد الثقافي السوري، اللي رح يترافق بصباحنا بإضاءات على إحدى جوانبه مع المايسترو ميساء بكبودريان قائد الفرقة السيمفونية الوطنية السورية، لنحكي أكثر عن آخر النشاطات اللي موجودة، وأكيد رح يحكي لنا تفاصيل ومشاريع قادمة. يسعد صباحك مايسترو، صباحي اشتقنا سيرة. لك بعد زمان صح؟ بعد زمان. صباح الخير صباح الخير، وشكرا للاستضافة اليوم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، بتنورنا مايسترو. يعني أنشطة عديدة خلال الفترة الماضية، وتخللها افتتاح كورال الحجرة يلي هو تابع للمعهد العالي للموسيقى بدمشق، وكان ملتقى جوقات لعام 2021 بنسخته الثانية. خبرنا عنه، نحكي عن أهمية هذا الحدث يلي كان عم يتحضر له. يعني نحن كنا نسمع وقت نروح نغطي أنه في تحضير لهذا الموضوع، هون أنت حتخبرنا عنه. هلا 2017 عملنا النسخه الاولى لملتقى جوقات سوريا، وهالسنه شفنا انه من الضروري نرجع نعيد هي التجربه. نعم. لانه هي تجربه مهمه للجوقات كلها، جوقات المشاركه، خاصه الجوقات اللي اجت من المدن السوريه لتكون موجوده بدمشق. الملتقى هي فرصه احتكاك، فرصه تبادل خبرات، فرصه تعرف على بعض، فرصه انه اعضاء جوقات يشوفوا بقيه الجوقات شو عم تعمل، كيف عم تقدم حفل برامجها، كيف عم تشتغل، ويكون فرصه لحتى هن يتعرفوا على دمشق كمان وجوقات الموجوده بدمشق. فهي مثل يعني معرض لجوقات لحتى نكون مع بعض ولحتى نشبك احسن مع بعض ونبني خطه عمل مشتركه حتى للمستقبل. لانه بالنهايه الجوقات هي عباره عن مجموعه اشخاص عم بيغنوا مع بعض، عم بيعيشوا حاله اجتماعيه. فبالتالي نحن اذا قدرنا نعيش كلنا سوا هاي الحاله الاجتماعيه، فنحن بيزيد التماسك وبيصير في روابط اقوى بين المدن وبين المحافظات السوريه. نعم. مايسترو، قد ايه يمكن اجتماع الجوقات من كافه المحافظات؟ وشفناك يعني كنت تتنقل من محافظه لاخرى، كنت تشوف تتعرف على اشهر الجوقات او الجوقات اللي لها طابع مميز بالمحافظه وتاخذ فكره عنهم. اليوم اجتمعوا كلهم من عده ثقافات ومحافظات مختلفه لشكلوا لوحه جميله بترسم سوريا. خبرنا اليوم قد ايه هذا المشهد ممكن يغني دار الاسد للثقافه والفنون، وقد ايه اليوم مهم فعلا انه نختار الاميز من كافه المحافظات السوريه حتى يكون كلهم لهم نصيب، لانه دائما متهمه دمشق بانه الحصه الكبيره للعاصمه، اليوم في توسع بهذا الشيء. هلا اول شيء لازم نحكي عن دور وزاره الثقافه ودور دار الاسد للثقافه والفنون بهذا المشروع. طبعا لانه كان في رعايه كامله ودعم كامل لهذا المشروع، دعم كامل لكل التكاليف يلي هذا المشروع بيتطلب، يعني من مواصلات الجوقات لدمشق لاقامتهم لتنقلاتهم الداخليه لكافه التفاصيل. هي كلفه مانا قليله ولكن مانا كبيره كمان اذا بنشوف النتيجه. هلا نحن اعطينا مجال كل جو من كل مدينه يكون في 25 شخص. تمام. كان عندنا 6 جوقات من المدن، فهن 150 شخص كانوا، اضافه لاربع جوقات من دمشق، العدد الاجمالي كان 220 شخص. ليش بدمشق؟ لانه في عندنا مكان مثل دار الاوبرا بيستوعب هذا العدد الكبير على الستيج. نحن بنتمنى نقدر يكون هاي الملتقى متنقل، انه مره نعمله بدمشق، مره بنعمله باللاذقيه، مره بنعمله بحلب، بحيث كل جوقات تدور. نعم. المدن السوريه، ويكون لجمهور المدينه نفسها يلي عم نزورها فرصه يتعرف على جوقات. ولكن حاليا الاماكن هي اللي بتقيدنا شوي لنقدر نجمع هذا العدد الكبير، فمشان هيك عملناها بدمشق. وبصراحه يعني عم نلامس هيك رغبه من جوقات انه يكونوا موجودين. يعني كان في خيار صعب مثلا بمدينه حلب لانه في عده جوقات، فنحن حاولنا نعمل مثل معايير. نعم. معينه لحتى. نعم. نقدر نختار انه الجوقه اللي بدها تيجي على الشام. نعم. مثلا هالسنه اخترنا جوقه صار لها زمان مو جايه على دمشق. أه. لانه في جوقات زارتنا بدمشق، فإننا نعطي مجال لجوقات اللي ما اجت. حلو مايسترو، رح نروح سوا للصرح الجميل دار الاسد للثقافه والفنون لنشوف ملتقى جوقات سوريا
عام 2021 ونرجع مع المايسترو. أكيد يعني مايسترو عيشتنا هيك بثواني أو بدقايق، يعني فتنا معكم بالجو، فكيف اللي قاعد حضران هالجوقات يعني وهي الملتقى الحلو، خاصة أنه عم يترافق مع رؤية بصرية مع الموسيقى مع حتى ستايل وتناغم ما يمكن الجوقة بشكل عام. خبرنا أول شيء قديم ضل الملتقى، وخبرنا عن هي الرؤية البصرية، هالتناغم بين الجوقات، وخاصة أنه عندك مهمة أصعب، هي كانت عدة جوقات وكل جوقة إلى طابع مختلف عن الأخرى. هلأ الملتقى كان 4 أيام، بلشنا ب6 أيلول وحفل الختام عملنا ب9 أيلول. كان كل يوم 6 و7 و8 أيلول في حفلات ل3 جوقات، جوقة من دمشق وجوقتين من المحافظات. تمام. فبكورال الحجرة البرنامج اللي المقطع اللي سمعناه فكرنا شو فينا نعمل شيء مختلف للملتقى، نقدم شيء برنامج كمان مختلف للجوقات اللي جاي. ففكرنا نقدم ميوزيكال، هذا نوع من الفن الموسيقي اللي فيه رقص وغناء وتمثيل. فأخذنا ميدلي من 3 أعمال ميوزيكال، هو فانتوم اوف ذا اوبرا، شبح الاوبرا، ماري بوبينز اللي شفنا مقطع منه، و The Sound of Music. اخترنا منهم هدول المقاطع وحاولنا حتى لبسنا يكون يعني منسجم مع الشيء اللي عم نغني، يعني مع الكارويات مع شابو، مع يعني يكون في شخصية هوية على المسرح، إضافة للمقاطع من الميوزيكال نفسه، يعني حتى يكون كل العرض منسجم. فهذا كان خيار كرة الحجرة. مثلا في جوقات تانية راحت باتجاه الأعمال العربية التراثية الموزعة على 4 أصوات، في جوقات اختارت أعمال كلاسيكية، نعم، أغاني موزعة على 4 أصوات. كل كورال حاول يقدم شيء مختلف. في كورال مثلا جاردينيا قدموا موسيقى صوفية بمتعدد الأصوات من عرض اللي عملوه قبل نساء عشقنا الإله. فبالتالي كل جوقة حاول يقدم شيء مختلف لحتى يظهر لبيت الجوقات شو ممكن نعمل نحن. حلو. يعني مثل ما حكيت معرض للقدرات الكورالية الموجودة بسوريا. فكل كورال اختار هذا الشيء، وبالنهاية يوم الختام اجتمعوا كل أعضاء الجوقات على المسرح، وكنا نحن بعتين نقطات مشان يحضروا بعض المقطوعات. قدمنا 3 أغاني مشتركة مع بعض، مشتركة 220 شخص كانوا على المسرح لحتى نغني. والشيء الحلو كان أنه كل كورال كان لابس اللباس الخاص تبعه والزي تبعه، فبالتالي حتى على المسرح كان هذا الموزايك اللي كنتوا عم تحكوا عنه بالبداية. نعم. كان واضح كثير انه نحن صحيح مختلفين ولكن منسجمين موجودين مع بعض لنغني بانسجام. حلو. وهي رسالة اجتماعية كمان كثير مهمة، لانه
احيانا بنفكر الاختلاف هو يعني انه ما في انسجام، لا بالعكس، فينا نكون مختلفين صحيح. ولكن نكون كثير منسجمين، وهذا دور الكورال بالمجتمع اصلا يعني صحيح. هو بجمع الناس مع بعض لحتى يغنوا برغم اختلاف اصواتهم بشكل منسجم. اكيد. ايضا مايسترو رح نتابع حديثنا معك، ولكن رح ننتقل لحفل الختام يلي كان له صدى جدا هام. نرجع سوا. أيها مفهوم بالسعادة بسبلاني قطع حلمون يعني كلمة يفرودية المحطة منزوية الصفارة صريعة نبو يدكار نوفية يا مطلوفي يعني نبع علم يسعي بعلم هو أسعي لعزة يعني كلمة يفرودية المحطة منزوية الصفارة صريعة نبو يدكار يعني سالي شو حلو شو كتار كنا عم نقول هي السيطرة ما شاء الله ما شاء الله الله بيكترهم أكتر فأكيد يعني نحن عم نحكي على المشهد قديش حلو أنه عن جد هي هي سوريا مثل ما قلت باختلاف لكن نحن منسجمين وبنفس الوقت هذا الانسجام بالغناء بأصوات مختلفة وصعوبة إدارة هيك جوقات بشكل كتير كبير فكان يعني يمكن مهمة صعبة لكم هلأ أنتم متعودين بس يعني كمان مهمة صعبة على ضبطهم على المسرح خلينا نحكي عن المقطع اللي شفناه هو عمل من تأليف الأستاذ حسام دين بريمو تماما يلي قائد جوقة قوس قزح وكان من فريق التنظيم تبع الملتقى الأستاذ حسام أخذ الجمل يلي نحن بنسمعها بالسوق الشامي وتنزل البياعين وتبينادو وكتبها بشكل نحن بنسميه بالفن بالكتابة الموسيقية بنسميه الفيوغ هي بنفس اللحن بيتكرر ولكن بمكان مختلف بصوت مختلف فكنا عم نشوف نحن تراكب الجمل هيك فوق بعض البعض وهي فعلا مهمة صعبة لحتى نفس المؤدين كل واحد عم بيقول دوره وغيره عم بيقول دور تاني بشكل إيقاعي مختلف فبالتالي بدها تمرين كتير هي طبعا هون بدي أشكر أنا قادة الجوقات كلهم يلي اشتغلوا على الجوقات حضروهم قبل ما يجوا على دمشق لحتى نكون جاهزين لأنه خلال يوم واحد نحن قدرنا نجمع هذا العدد ونعمل تدريبنا ونكون على المسرح لأنه قبل 3 أيام الأولى كان كل جوقة هي عم تعمل حفلتها مع برنامجها تمام. فبس آخر يوم اجتمعنا عملنا تدريب لنصر بهذا الشكل بالختام نقدم المقطوعات هي فكان في دور كتير مهم لقادة الجوقات اللي أكيد. اشتغلوا وحضروا جوقاتهم بفترة مناسبة لحتى يقدروا يكونوا معنا بهالملتقى نعم كمان خلينا نحكي عن الشعار يلي كان على يعني على عند صدر او قلب كل حدا فيكم هذا الشعار يعني على شكل شجرة على شكل عالم له رمز معين له هدف معين نحكي عنه هلا هذا الشعار هو بال 2017 عملته مدام سوا غانم هي مديرة البرنامج دار الأوبرا ومصممة هي
ايدين متشابكه مع بعض مثل الشجره وهذا هو الكورال بالاخير. يعني رجلينا بالارض وعم نغني مع بعض وطالع كل شيء باتجاه السماء. فهذا الشعار حبينا نحن نكرسه للملتقى ويضل معنا للملتقيات الجايه ان شاء الله. يعني هذا الملتقى هو رح يكون سنوي دائما. هلا ان شاء الله نقدر نعمله سنوي لانه في مكنه تنظيميه بكل تفاصيله حتى نعطي وقت لجوقات يحضروا حالهم كمان للنسخ الجايه. بس ان شاء الله يصير ملتقى سنوي لحتى نقدر نساعد اكثر، لانه بنفس الوقت بالملتقى كان في شيء مهم هي ورشات العمل. صحيح. كل يوم الصبح كان في 3 ساعات ورشات عمل لكل الجوقات المشاركه مع مدربين، 4 مدربين هن اختاروا كل واحد محور. مثلا كان في الاستاذ حسام بريمو اختار شيء اسمه العاب كوراليه، هي العاب بتساعد اعضاء الكورال ليتحرروا شوي مع جسدهم، يصيروا الغناء مرتبط بالجسد كمان بحركات الجسد. مدام غاده مثلا، غاده حرب حكيت عن تقنيات الغناء الجماعي. الاستاذ بشر عيسى بطرطوس من طرطوس حكى عن انماط المؤلفات الكورالي، انماط التاليف الكورالي. وكان في محور كثير مهم حكى الاستاذ شادي ثروه، هو عن الموسيقى الشعبيه السريانيه. الموسيقى الشعبيه السريانيه، الموسيقى موجوده بسوريا الشعبيه يلي كثير من الجوقات ما بيعرفوها. فعمل نبذه تاريخيه وبعض النماذج. حتى بحفل الختام اخترنا نحن مقطوعه واحده من المقطوعات هي من الاغاني الشعبيه السريانيه وقدمناها للجمهور لحتى يرجعوا مع هيك مع بذره يدوروا عنا تكبر هالبذره جواتهم. اكيد الكورال يعني من هالجوقات سوريا واجتماع جوقات سوريا للختام اللي هو ملتقى اكيد امسيه اوبيراليه، وكان ملتقى فينا نعتبره مغني الاوبرا من فرنسا وبلجيكا وايضا سويسرا، كمان رح نروح نشوفه سوا. ما بعرف اذا عم يمرق هلا الصور، في بعض الصور يمكن عم تمرق. مايسترو نحكي شوي عنه، يعني في انتبهت لصوره كثير حلوه على فكره بترج معكم بالابيض والاسود، فعم نشوف الصور. هلا هذا خارج الملتقى، هذا خارج الملتقى بس فينا نعتبره ملتقى صغير. هلا نحن الفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه بلشت موسمها بشهر 9. نعم. فاول حفل كان مع مغنيين اوبرا، مغنيين اوبرا لانه كنا قاعدين بلجنه البرمجه، فالاستاذ اندري معلولي مدير دار الاسد كان عم بيقول لهم في 3 مغنيين جايين من فرنسا، ستيفان سينيشال وواثق سلماني اللي هو سوري فرنسي وايزابيل كرا. فقال لي جايين يعملوا حفله مع البيانو، ليش حتى ما تعملوا حفله مع نعمل حفله مع الاوركسترا؟ فقال لي تواصل معهم، تواصلت معهم وحددنا التواريخ يعني حسب زيارتهم هن لسوريا. وصدفت انه بنفس الفتره جاي سمية حلاق مغنية الأوبرا سورية الأصل عايشة بسويسرا وبلجيكا، وفي مع زميلتها لو كاترين بيير كمان مغنية أوبرا بلجيكية. حلو. ففكرنا ليش ما نجمعهم مع بعض، فبالتالي صار في عنا 5 مغنيين أوبرا ببرنامج بضم آريات أوبرا من عدة حقب من التأليف الأوبرالي. يعني قدمنا لموتسارت يعني هو العصر الكلاسيكي، وصلنا للمشاهير مثل فيردي وبوتشيني وبليني، وصلنا للأوبرا اللي نشأت بأمريكا وتوسعت مع مثل سامر تايم بورجي أند بيس لغيرشوين. والختام كان بأغنيتين هيك الناس بتحبها كثير بيغنوا عادة مغني الأوبرا، هي أوسولي ميو أغنية شعبية إيطالية وغرنادا غرناطة. بس طلعت توليفة حلوة على المسرح أنه نشوف هالخمس مغنين مع بعضهم ونشوف أنه أصوات مختلفة ولكن كمان بنفس الوقت اجتمعوا الاصوات مع بعضهم بالختام. اكيد. يعني مايسترو نحن كمان اشتقنا لهي الفعاليات لانه نعرف خفت بوقت الكورونا شوي الفعاليات وهلا عم ترجع على دار الاسد للثقافه والفنون، اشتقنا لهي الامسيات المميزه اللي كانت موجوده ونحن بنتمنى لسه تكبر اكثر واكثر وترجع مثل الاول ايام العز خلينا نقول الاوركسترا، لانه بجهودكم وبالاصوات الموجوده عنا بالقدرات الموجوده عنا اكيد راجعه مثل الاول واحسن ان شاء الله تمثل سوريا بكل العالم. يعني هي النتائج بصراحه نتائج ما بتصير
نتاج شخص واحد. صحيح. هي تضافط، هي جهود مشتركة. صحيح. ودعم من الوزارة، من إدارة دار الأسد الثقافة والفنون، من الموسيقيين بالفرقة السيمفونية الوطنية السورية، لحتى نقدر نحن نعمل هذا المنتج. نعم. فبالتالي كتير لحظات. نعم. يلي خاصة مع الكورونا ومع الحظر اللي صار والحظر اللي صار، فكنا نحس حالنا انه احنا عاجزين انه نعمل شيء. حاولنا نعمل فيديو مثلا اثناء الحجر، نشرناه، حكينا عنه. علاقتنا مع جمهور مختلف، ظهورنا على المسرح هو مختلف. دائما المباشر مايسترو تماما، خاصة بالموسيقى. موسيقى يعني يوم مشاركة، هي حالة تشاركية مو بس بيناتنا، حتى مع الجمهور. وهلا فرصة انه في ضيوف عم تجي لسوريا، فتحت المطارات شوي، صار في سفر. صحيح. فهي عم بتساعدنا اكثر انه حركة. نرجع نعمل حركه ونعمل نشاطات مختلفه شوي. ان شاء الله يا رب. نتشكر وجودك معنا مايسترو ميساك باك بودريان، وبنتشكر ايضا هالمعلومات اللي اعطيتنا اياها. كل التوفيق بكل مشاريعكم الراقيه الساميه اللي دائما هي بتخاطب السماء. موسيقى غذاء الروح. شكرا لك. وشكرا كثير لكم للمتابعه والتغطيه. شكرا. شكرا لوجودك، نورتنا اليوم، وناطرين هيك انشطه دائما تكون موجودة بصباحنا غير. شكرا لك. شكرا.